السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 2 او الصف الثاني الابتدائي ترم 2 او سكند ترم الترم الثاني. وزي ما احنا متعودين مع بعض يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والنهاردة معانا يونت 8. يونت 8 عنوانها don't get lost. get lost يعني توه، يعني ضيع يا اصحابي. فلما انا اقولك don't get lost يعني ما تتوهش، يعني ما تضيعش. انا بقولك كده خلي بالك ما تتوهش او ما تضيعش. وبعدين هنا جاي بعد منها exclamation mark. exclamation mark يعني علامة تعجب. واحنا عندنا على القناة حلقة كاملة بنشرح فيها البنكتيويشنز. البنكتيويشنز او علامات الترقيم، ومنها الاكسكليميشن مارك او علامة التعجب. امتى بتيجي؟ لما بقولك على حاجة معينة فيها تعجب او فيها صيغة امر مثلا. فهنا don't get lost يعني خلي بالك ما تتوهشي، يعني لا تضيع او لا تتوه. وطبعا زي ما احنا شايفين في الصورة قدامنا اصدقائنا وهم قاعدين، وقدامهم ماب او خريطة موجود فيها كل تفاصيل السيتي او المدينة اللي هم بيتكلموا عنها، وهنا الطرق والمباني المختلفة في الأماكن المختلفة. أول حاجة يا أصحابي عايزين نعرف بعض الكلمات. أولها طبعا station. station يعني محطة. أي محطة بيجي فيها أي transportation أو أي وسيلة من وسائل المواصلات دي بنقول عليها station. station يعني محطة. store. store يعني متجر. أي مكان بيبيعوا فيه أي نوع من أنواع البضائع ده بيكون اسمه store. store يعني متجر. museum. museum يعني متحف. museum. museum يعني متحف. cafe. cafe اللي هو المقهى. cafe. cafe اللي هو المقهى. bus station. bus station يعني محطة أتوبيس. bus station. bus station. map. map يعني خريطة. map. map يعني خريطة. library. library يعني مكتبة. library. library يعني مكتبة. hospital. hospital يعني مستشفى. hospital. hospital يعني مستشفى. restaurant. restaurant يعني مطعم. restaurant. restaurant يعني مطعم. supermarket. supermarket يعني supermarket اللي هو المكان اللي احنا بنشتري منه الحاجات. supermarket. supermarket يعني supermarket. وطبعا هنا بيقول لنا برضو بعض الكلمات التانية اللي لازم نكون عارفينها. لو مثلا انت موجود في الشارع او حد بيسألك عن مكان معين، فانت هتحتاج ان انت توصف له يمشي ازاي. فمثلا لما تقول له امشي للامام، امشي على طول، يعني هتقول له go straight on. go straight on يعني امشي للامام، يعني امشي على طول. go straight on. مرة كمان go straight on. طب لما تقول له امشي على يسارك، على يسارك، على جنبك اليسار، على شمالك، يعني هتقول له on your left. هتلاقي المكان ده on your left يعني على يسارك. on your left. on your left يعني على يسارك. طب لو على يمينك on your right. on your right يعني على يمينك. on your right. on your right يعني على يمينك. لما تيجي تقول لحد ادخل يمين، يعني اتجه يمينا، وانت ماشي كده مشيت على طول بعدين ادخل يمين او اتجه يمينا، هتقول له turn right. turn right يعني اتجه يمينا. turn right. turn right يعني اتجه يمينا. لو عايز تقول له خش يسار بقى، ادخل شمال، هتقول له ايه؟ turn left. turn left يعني اتجه يسارا. turn left. turn left يعني اتجه يسارا. لما تحب تقول لحد
ان المكان اللي انت عايز تروحه ده بجوار، بجوار يعني جنب مكان تاني معين، هتقول له next to، next to يعني بجوار، next to، next to يعني بجوار. وطبعا في بعض المحافظات لازم نكون عارفين اسمائها كويس، زي ألكسندرية، ألكسندرية الاسكندرية، ألكسندرية الاسكندرية، أسوان اللي هي محافظة أسوان، أسوان محافظة أسوان، كايرو، كايرو القاهرة، كايرو، كايرو محافظة القاهرة. وطبعا يا أصحابي في بعض العبارات لازم نكون حافظينها وعارفينها كويس، فلما أجي مثلا أسأل هل أستطيع أن ألعب، فبقول can I play، can I play يعني هل أستطيع أن ألعب. وعرفنا طبعا واحنا بناخد شرح المنهج بتاعنا ان لما اقول can I يعني هل استطيع، طبعا احنا عارفين كلنا ان اللغة الانجليزية ما فيهاش اداة الاستفهام اللي اسمها هل، فبنجيب الفعل قبل الفاعل، يعني بنجيب الفيرب قبل السبجكت، فبدل ما اقول I can يعني انا استطيع، بقول can I، can I يعني هل انا استطيع. فلما أقول can I play يعني هل أستطيع أن ألعب. فلما حد يرد علي مثلا بابا أو ماما أو التيتشر بتاعي يقول لي yes you can يعني نعم تستطيع، yes you can يعني نعم تستطيع. لما أجي مثلا أقول لحد المحطة اللي أنت بتدور عليها أهي موجودة هنا هوت، فبقول له there is the station، there is the station يعني ها هي المحطة، there is the station، there is the station يعني ها هي المحطة. لما أقول له مثلا المحطة بجوار المقهى، هي جنب المقهى ده، فبقول له the station is next to the cafe، the station is next to the cafe يعني المحطة بجوار المقهى، the station is next to the cafe. طب لما اقول له امشي للامام ثم اتجه يمينا، يعني امشي على طول بعدين ادخل يمين، فبقول له go straight on then، then يعني ثم بعد ذلك turn right، turn right يعني اتجه يمينا. يبقى مرة كمان go straight on then turn right، go straight on then turn right. لما اجي اسأل يا اصحابي حد عن مكان هو حابب يروحه، فبقول له where would you like to go to، اين تحب او اين تريد ان تذهب، where would you like to go to يعني اين تريد ان تذهب، انت عايز تروح فين. مرة كمان where would you like to go to، فهو يقول لي مثلا I would like to go to Cairo please، انا عايز، انا اريد ان اذهب الى القاهرة لو سمحت. I would like يعني انا اريد، to go to ان اذهب الى، Cairo القاهرة، please، please من فضلك لو سمحت. يبقى انا بقول له where would you like to go to، اين تريد ان تذهب، فهو بيقول لي I would like to go to، بعدين بيقول اسم البليس او المكان اللي هو عايز يروحه زي مثلا كايرو، وفي الاخر علشان هو بيتكلم معايا بشكل مؤدب بيقول لي please، please يعني لو سمحت او من فضلك. فلما نيجي نسأل اين تريد ان تذهب بنقول where للسؤال عن المكان، would you like انت تريد، to go to ان تذهب الى، فهو بيقول لي I would like to go to أنا أريد أن أذهب إلى، وبعدين بيقول اسم place أو المكان كايرو مثلا، وفي الآخر بيقول please، please يعني لو سمحت أو من فضلك. لازم كمان يا أصحابي نبقى عارفين أسماء الترانسبورتيشن، الترانسبورتيشن أو وسائل المواصلات. فمثلا لازم نكون عارفين station يعني محطة، station يعني محطة، airport، airport يعني مطار، airport، airport يعني مطار، gas station، gas يعني غاز،
station يعني محطة، يبقى gas station يعني محطة غاز gas station. port port يعني ميناء، أي ميناء في أي منطقة ساحلية، منطقة فيها بحر يعني، ده بيكون اسمه port. port يعني ميناء. port port يعني ميناء. طيارة يعني airplane. airplane يعني طائرة. airplane يعني طائرة. airplane. train يعني قطار. train يعني قطار. train يعني قطار. boat boat يعني قارب. boat boat يعني قارب. ferry ferry يعني معدية. المعدية أصحابي هي المركبة اللي بتعدي بينا البحر، مثلا ممكن يكون ناس رايحة مثلا مسافرة مكان معين، المكان ده بينها وبينه بحر أو مكان فيه مية، المكان ده لازم هم يعدوا علشان يركبوا من الناحية التانية، فهم ممكن يكون معهم صناديق أو شنط أو شيلة أو ممكن يكون معهم عربية حتى بيطلعوا بيها على الفيري أو على المعدية دي، بتعدي بيهم من شط للشط التاني وهم يتنقلوا بعد كده للمكان اللي هم عايزين يروحوه، فدي اسمها فيري. فيري او معدية. فيري فيري او معدية. water water يعني ماء. water water يعني ماء. وطبعا هنا احنا بنتعلم الاماكن اللي احنا بنتحرك فيها. water water يعني ماء. highway highway يعني طريق سريع. highway highway يعني طريق سريع. railroad railroad يعني سكة حديد. railroad railroad يعني سكة حديد. railroad railroad يعني سكة حديد. sky sky يعني السماء، السماء اللي احنا بنشوفها كلنا. sky sky يعني السماء. وآخر حاجة عايزين نعرفها النهاردة stop at يعني يتوقف عند. stop at يعني يتوقف عند. stop at. travel on travel on يعني يسير على. travel on. وtravel لوحدها بتيجي بمعنى يسافر، فلما نقول travel on يعني بيسير على أو بيسافر على. car car يعني سيارة. how how طبعا يعني كيف، لما بسأل عن الكيفية ازاي حاجة معينة بتحصل فبنقول how how يعني كيف. وby train by train يعني بالقطار. by train by train يعني بالقطار. وتاكسي تاكسي يعني سيارة أجرة. تاكسي تاكسي يعني سيارة أجرة. وبكده نكون انهينا الدرس بتاع النهاردة، ده أول جزء من يونت 8. عايزكم تتابعوا معانا لأن هننزل بقية الأجزاء على طول علشان نخلص منهج كونكت بلس مع بعض إن شاء الله. أتمنى إن أنت تكون استفدت من الدرس. لو أعجبك الدرس أعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.